قبل الفاصل محامي المصنع كان بيشكك في نزاهة الحملة اللي نزلت، بس علشان مش عاجبه النتيجة اللي حصلت. مصنع كاتشب في مصر بينتج أهم ماركة في العالم، من ضمن الحاجات المخجلة اللي ظهرت حاجة غريبة قوي، المصنع ده كله من غير ترخيص. والله، ودهمت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة مقر المصنع بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة سهل أكتوبر، وتبين عدم توافر الاشتراطات الصحية بالمصنع وأنه بدون ترخيص، حيث انتهت التراخيص الخاصة به منذ شهر فبراير من العام الجاري. مصنع ملوش ترخيص وبينتج المنتج الكبير ده. مصنع زي ده فين الرقابة على ورقه وتراخيصه من شهر 2 اللي فات؟ يعني اكتر من 10 شهور، اولموست سنة، محدش سأله انت فين؟ هل ده منطقي ولا بيسأله؟ هسيبكم انتوا تردوا بقى. من ضمن ردود الفعل اللي رصدناها شهادة موردين السوق ليهم، اتفرجوا بيقولوا ايه على جودة المنتج اللي راح لهم، جودة الطماطم. دول موردين السوق للمصنع. هذه القضية بالنسبة لي أنا شخصيا هي قضية استثمار. ما يقلقني فيها هو موضوع الاستثمار. أي رسالة بنديها للمستثمرين علشان ما نخسرش الاستثمار في إن الجهات اللي قامت بالضبطية لقت 62 طن من الخامات الغير صالحة للاستخدام. صالحة نقول لكل الناس احذروا الكاتشب، احذروا الصلصة المعلبة بهذا الشكل. باظت، ما هي باظت طماطم وباظت. بلاش، هو احنا مش بنفكر في الاستثمار؟ وانا بتكلم هنا على الاستثمار، لكن ايضا مهتمين بالاستثمار. والقصه دي احنا غلطنا في تركيب الفيديوهات، احنا النهارده اشتغلنا باسلوب جديد عليهم في الكنترول، فهم اتلخبطوا لعبوا حاجات مش معادها. هنرجع تاني للترتيب الحقيقي. التجار اللي في السوق اللي المفروض بيوردوا للمصنع. طب الدنيا بايظة عندنا، فاصل.